مع المواقف الإنسانية في ملاعب كرة القدم، ولكن المرة دي من مصر وتحديدا من نادي الزمالك، واللي نشر الحساب الرسمي ليه على انستجرام صور للاعبي الفريق وهم بيوجهوا رسالة دعم للمشجع الزملكاوي يوسف مازن للانتصار على مرض السرطان، وعدوه بزيارته في المستشفى بسبب طبعا عدم قدرته على الحضور للنادي. مش قادرة أوصف لكم يا جماعة إنه موقف زي ده ممكن قد إيه يكون ليه تأثير كبير وإيجابي على نفسية الطفل، وإنه فعلا ممكن يكون سبب من أسباب شفائه بإذن الله يا رب من المرض. علشان كده ياريت نشوف كل يوم موقف زي ده، لأن أي نجم عليه مسؤولية كبيرة تجاه مجتمعه. يعني لما اللاعبين دول يعملوا كده مع طفل صغير زي ده، عايز أقول لكم إنه المرض ده تحديدا يعني نسبة شفائه بتعتمد على النفسية بشكل كبير جدا. يعني النفسية مهمة قوي وبتساعد إنه الأطفال أو مرضى السرطان يخفوا بشكل أسرع وأسهل، وبتساعدهم كمان إن هم يتخطوا الفترة الصعبة دي. كل التحية للاعبي الزمالك والموقف الحلو، ويا رب ربنا يشفيك حبيبي وترجع يا رب بالسلامة وتنزل وتروح النادي وتقعد مع لعيبة الزمالك.